أهلا بكم مشاهدينا. في الفترة الأخيرة كثرت وقوع الزلازل مع تكرار حدوث بعض الهزات الأرضية بالقرب من المناطق والحدود المصرية، مما أثار قلق وخوف المواطنين. فما سر كثرة هذه الزلازل وهل تدعو للقلق أم لا؟ التفاصيل معنا. بالفعل شهدت مصر أمس وقوع زلزال وشعر به سكان مدينة شرم الشيخ، وقد وقع هذا الزلزال بالقرب من السواحل الشرقية لمصر وبالتحديد عند خليج العقبة، واستمر لعدة ثوان كانت كافية حتى يشعر به عدد كبير من المواطنين خاصة سكان الأدوار العليا. كما تعرضت محافظة جنوب سيناء لأربع زلازل متفاوتة الشدة خلال 5 شهور فقط، ويعد زلزال أمس هو الزلزال الثاني الذي ضرب مصر في 3 أيام، حيث سبقه زلزال يوم السبت الماضي كانت قد سجلته محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وحدث بالقرب من السواحل الشمالية لمصر وبالتحديد عند البحر الأحمر. وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريحات له اليوم إن الهزة الأرضية التي تعرضت لها مدينة شرم الشيخ كانت على بعد 111 كيلومتر شمال المدينة وبقوة 4.37 درجة على مقياس ريختر وعمق حوالي 20 متر. والحقيقة أنها لم تستقر عن تسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية، قد شعر بها بعض مواطني مدينة شرم الشيخ فقط، وأكد أن معظم الهزات الأرضية التي تعرضت لها المحافظة يكون مركزها بمدينة طور سيناء أو مدينة شرم الشيخ وتكون متفاوتة الحدة، فقد شعر بالفعل المواطنون ببعضها والبعض الآخر لم يشعر بها. نوه أيضا إلى أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى عقب الزلزال تحسبا لحدوث أي توابع لهذه الهزة كما حدث لمدينة الطور في منتصف ديسمبر الماضي. كما تعرضت مدينة الطور أيضا لزلزال يوم السبت الماضي بقوة 3.85 على مقياس ريختر على بعد 33 كيلومتر جنوب غرب مدينة الطور ومركزه جبل الزيت جنوب غرب خليج السويس بالبحر الأحمر، ولم يشعر به المواطنون. وعن الزلازل أو الزلزال الذي حدث أمس في شرم الشيخ، فأرجح محافظ جنوب سيناء أنه من توابع الهزة الأرضية التي تعرضت لها مدينة الطور قبل 3 أيام فقط. كما قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية بقوة 4.37 درجة على مقياس ريختر على بعد 111 كيلومتر شمال مدينة شرم الشيخ مساء أمس، وهذه الهزة وقعت على عمق حوالي 20 كيلومتر. فقد ورد للمعهد أن المواطنين شعروا بها ولم يرد ما يفيد بوقوع خسائر في الأرواح والمنشآت. كان أيضا أكد القاضي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الشبكة القومية لرصد الزلازل للمعهد رصدت يوم السبت الموافق 13 مايو زلزال في تمام الساعة 10:12 مساء على بعد 33 كيلومتر غرب الطور، وكانت قوة هذا الزلزال 3.85 على مقياس ريختر. شار إلى أن الزلزال الذي ضرب المنطقة الشمالية المصرية يوم السبت الماضي كان أضعف من الزلزال الذي حدث أمس، بالإضافة إلى شعور عدد من المواطنين في نطاق القاهرة الكبرى بحدوث الزلزال والهزة الأرضية، ولكن لم يسجل أو يدون وقوع أي خسائر أو إصابات في هذا الزلزال. ومع أن تصنيف مصر في وضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فأكد أن مصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، فهناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن بسبب قرب مصر من بعض المناطق النشطة زلزاليا كخليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي تغطيتنا. لمزيد من المتابعات والأخبار تابعونا على موقع صدى البلد. نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.